صباح سينمائي جميل. إحساس السينما نحن ما حضرناها، لكن كانوا بيحكوا لنا الآباء والأمهات والأجداد وكل الناس اللي بيحكوا عن السينما كانوا بيتكلموا عنها كأنها مجمع تجمع ما بين الناس، كانت مدرسة وكانوا الناس بيتعلموا من السينما وبيشوفوا أفلام. لما يقول لك نحن حضرناها بالسينما وكانت مختلطة، الناس بيمشوا بيسوقوا، العوائل كان فيها إحساس جميل، فكانت في الولايات منتشرة. التحية لكل الناس العاهدت وتابعت السينمات، واليوم عودنا لها ذكرى السينما من جديد، وكل زول في مخيلته ذكريات جميلة من خلال السينما. لكن نحن بما إننا نتكلم عن السينما نتكلم عن فنون وأدوات الفنون قد تكون جميلة، والفن بيختلف. نحن اليوم فننا حيكون فن شعري، حنسمع كلمات جميلة، حنشوف حماس، وحنسمع أيضا كمان كثير من الأشعار اللي اتكتبت وكتبتها الجميلة ضيفتنا العزيزة اللي موجودة منورانا في هذا الصباح، أستاذة ميهاد أحمد زين عابدين. أهلا وسهلا بك يا أستاذة الشاعرة. مرحبا، أهلا ومرحبا بك يا المذيعة أنسام، وأهلا بكل المشاهدين الكرام وكل الإخوة الإعلاميين. حقيقة بداية أنا سعيدة كل السعادة أن أكون في حضرة الشروق وفي حضرة الأخوة الإعلاميين وفي حضرة الوطن الجميل. وبهذه المناسبة، بمناسبة أعياد الاستغلال المجيد، يعني بقول كل عام وأنتم بخير لكل المشاهدين الأكارم، وإن شاء الله السودان ينعم بالصحة والعافية وبالازدهار إن شاء الله. ونسمع منك أعمال كثيرة وجميلة عن السودان وعن استغلالنا وعن حب الوطن. لكن خليني أشوف ميهاد ما بين الطفولة والبداية من شمال كردفان لجامعة الجزيرة، هي كانت فترة ومساحة بعيدة، في المساحة حقت السفر دي كتبتي فيها يا ميهاد ولا متين بديت الشعر؟ فعلا والله، يا بمناسبة المسيرة الجامعية، يعني أنا رغبتي أصلا كان إعلام، تخصصي إذاعة وتلفزيون، قلت إن شاء الله لما أنا قدمت وعرفت أنه شالوني جامعة الجزيرة كلية علوم الاتصال فداسي، أنا كتبت قصيدة بعنوان السمحة يا ناس إذاعة وتلفزة. يا سلام، نسمع. هسمعها لكل المشاهدين. السمحة يا ناس إذاعة وتلفزة، قامت مراتب العلا والله جد ما أجمله، بحبها الجوف اتملى. السمحة يا ناس إذاعة وتلفزة، وشربت حبها من صغيرة، وعلى كل حفتي نحتدوا، ونسجت ليها ريدا، ودبلت فروضي ليها صلوا، شكت حبها لي حد الخيال، أما العلوم بأكملها. ويا إعلام يا إعلام، لولاك ما كان العلم والدنيا كلها بهدلة، عالي ورفيع في المكان آخر حياتنا وأولا، حبك ده بيسبح في العروق لكل مساماتنا ملا، وحبك ده خيم في القلب واختر لي أرفع منزلة، واصبع علي فرضا عديل فيك القصايد أغزلة، ونظم عليك القول حروف وانسج حروفي مجملة، في سواك تب ما فكرت يوم ولا في شراق لي وحيلة، وبغير هواك ما أضحى قلبي يوم مبتلى، وإنت جد يا إعلام كل الأمل كل المنى، وليك الفروض ليك الولا، وإنت جد يا إعلام كل الأمل كل المنى، وليك الفروض ليك الولا، ولو قلت فيك كل الكلام والفين قصيدة مطولة ما نبو فيك الغرام. يا سلام. ولا نهايته بوصلة، بس في الختام بس في الختام بهديك كلام عليه عهودي مسجلة، لا بهو غيرك يا إعلام، لا بحب علوم غير علومك أوصلة، لو كان مشورتي أنا في الأزل أي جامعة بدخلها، وكنت بختار جامعة الجزيرة، وفيها بختار مجال الإعلام وبتخصص إذاعة وتلفزة وتخصص إذاعة. يا سلام يا سلام يا ميهاد، بأجمل بداية ممكن نبدأ بها. التحية عبر الصباح لأهل الجزيرة وجامعة الجزيرة، يعني بحيي أنا جامعة الجزيرة وبحيي كل الولاية بكل مناطق المختلفة، وتحية خاصة جداً لكلية علوم الاتصال سابقاً وكلية الإعلام حالياً وكل الدكاترة الموجودون والشباب وكل الدفعات، بقول لهم أبقوا عشرة على مجال الإعلام، وبجد مجال حلو ومجال راغي. جميل. وتحية موصولة لهم، تحية خاصة جداً يعني. ميهاد لك تحية. الدورات المدرسية قاعدة تلعب دور كبير في تنمية الإنسان، وكل واحد فينا لما بدأ بالدورات المدرسية. فعلاً. كانت بداياتك في مشاركات، كانوا بيكتبوا لك نص، ولا أنت مما بديتي براكي بديتي تكتبي وشاركتي بكتاباتك؟ والله أنا من بديت يعني بديت أكتب، وبرضو بسمع يعني لعدة شعراء، يعني أعمال جزء منها حقتي الخاصة بي، وجزء منها يعني لشاعرات هذا الوطن الحبيب أمثال نضال يعني وغيرهم من الشعراء. نعم. فعلا
مشاركاتك كانت كيف في الدورات المدرسية، وأول مرة وقفتي أنت ذاتك عشان ما تقولي شعر؟ الرهبة والخوف والإحساس اللي بيجي للإنسان، الشاعر بيكون مزود بحماس وقوة ولا بتجيه اللحظة بتاعت الخوف؟ والله يعني الحاجة دي ممكن مرات تكون بالفطرة، يعني أنا من قمت بحب يعني كده أقف قدام الناس، يعني ما كان عندي فيها نوع من الخوف، وبحب إنه شنو أتكلم أمام الجمهور أو أمام الشعب، أخاطب الناس بلسان الجمع يعني، أو أوصل رسالتي وأشوف الرضا أو الصوت اللي بيرجع نقاط الضعف متين، يعني بحب الحاجة دي، ده طموحي من أنا صغيرة إنه أنا أكون قدام الناس أقدم رسالة للوطن الحبيب. أنت هسه قدام الناس أمام كاميرا الشروق قالين أجمل نص حب ربي هذا كتبتي شنو في 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 الوطن ولا في الغزل ولا في الطبيعه ولا في الولايه ولا في شنو الحببك وخلينا نسمعه؟ والله في البدايه انا وطنيه بحت، طبعا بحب الوطن ودي رساله، يعني مفترض كل انسان يكون عنده وطنيه وعن كردفان يعني بلدي عروس الرمال الابيض، النص يعني ما بين الوطن وما بين كردفان. اسمعوا طيب، اما تخلى عن كردفان بلدي وبريده، كردفان بلدي وبريدة وجارية في الشريان حروفة، والخريف الضاهى طابح تسحر للعين تشوفة، قم معاي قم معاي شيل الخطاوي لو مكذب أمشي شوفها، والبلد إنسان راغي والجدال أهدت حروفها. وأيضا في الوطن الحبيب بقول السودان، السودان بلد دفاق، بلد دفاقة ما بتبخل، ولود أسود وعيون بالسيل بنخدر سواعدنا، سواعد ما بتميل، والعايز يعيش في أمان، العايز يعيش في أمان، نحن بلدنا فيها ركائز الإيمان وفيها المقضى والتأصيل، قسماً قسماً ما بتهمنا الدنيا، نيلك دفق ولد غيور شايل حمول بلا رفق، زرعك مخدر ما صفق، بنفتخر بيك يا بلد، بنفتخر بيك يا بلد، ما انت ام ربت وزرعت وعلمت الولد، بنفتخر بيك يا بلد، ما انت ام ربت وزرعت وعلمت الولد، زرعت ضفاف العج زور مرفوصة بيطول الامد، خليني ازرع في حماك، خليني ازرع في حماك، ما انت حراسك اسد، بنوحد الرحمن دوام، ما نحن في الحارات لهب، يا موانع دفق السحر الغوافي، ويا منابح ساريه ينبوع التصافي، شيلي مني وكلميني، شيلي مني وكلميني، ما حديثك لي يا شافي للمواجع، وحديثك شيلي مني، دابة تصفي تحتويني، ما وصلتك ما وصلتك وما حأوصل، قولي لي ما سكت ختانا، باقي لي أم للحضانة وبس بريدك أنت وحدك ونيلك الدافق جوانا، يا سلام. وخايفة منك وخايفة منك ومن فراقك يا بلد الخير هبانا، اللي بقرب من ترابك انطنا بيصبح أسير، واللي بزعزع ليه سلامك نحن بنودي السعير، واللي بزعزع ليه سلامك. يا سلام يا مهاد، شكرا لك، ونحن في أعياد استقلال مجيد وفي أعياد الوطن وفي حضرتك من خلال صباح الشروق سعيدين بك، خلينا نشوف والله الأسعد يعني كتابات مهاد، دايما قاعد تكون في شنو يعني بتحبي الحماس، حابة إنه كتبتيه يتغنوا لك به فنانين من مسيرتك الجاية، ولا شنو كتبتي لنا في الحماس ولا في الغزل ولا في شنو كتبتي؟ والله يا الاثنين يعني في الغزل وفي الحماس. أكثر حاجة بتلقي نفسك وين؟ والله يا بداية يعني في الحماس والوطن، لكن تاني يعني شنو زي ما بقولوا بقيت أميل للغزل. طيب أنا حقول لها الغزل ده ما ممكن تتغزلي في الطبيعة في الإنسان في الكون في الملامح في الحاجة الجميلة اللي عجبتك كل الحاجات يعني هو الشاعر شنو مرات لما يسمع حاجة بتلامس إحساسه، يعني فجأة أنا بلقى نفسي حفظت قصايد مثلا لشاعرات قصيدة لإمام متوكلة، يعني بتقول نبشوني قالوا بخيلة، نبشوني قالوا بخيلة، معظومة أصل مجهولة، مالي قبيلة، ركاز السرج في مشي مانع عديلة، وكذاب الكلام ما فيني غير قالوا قيلة، وقالوا علي كثير أريت كان قدامي، وكنت حلف قسم قلت له حلف أمامي، إن قصرت فيك وجر عليك كلامي، إن شل اللسان ينزل ديما مقامي. بتحفظي حق الناس أسي ده ما حقك صح؟ أي بحفظ. التحية للأستاذة إمام متوكل، لكن أنت تحديدا حقك اللي كتبتيه ونحن دارين نسمع مهاد وكتاباته وشنو بالهيمة بيخليكي ومتين لحظة الإلهام، يعني الشاعر هل ممكن تكوني في المطبخ وبتكتبي، هل ممكن تكوني بتحضري في حاجة وأنت ماشية في الشارع مثلا جاية علينا يخطر في بالك نص؟ والله هي يعني
بتكون شنو في أثناء المواقف. مرات يعني الإنسان بمر به موقف بيلقى نفسه كتب الحاجات اللي بتمر به في حياته أو الصعوبات اللي بتواجهه أو يعني يحب يفتخر ببلده بوطنه. كتبت شنو عن الصعوبات يا مهاد؟ حصلت لك وحصل لك موقف أو حاجة كتبتي عنها؟ يعني ممكن نقول خاطرة بسيطة نسمع. يعني حاقول منها بس حاجة بسيطة بتقول خاطرة ورقة وقلم وكتبتها. ما هو مخطط شان يلقاني ولا أنا مخططة شان يلقاه، بس مراد الله البين اللي يحصل. دي شكلها كانت قصة. كانت أي قصة. أنا إن شاء الله حتكون في حلقات أخرى أنا أواصل فيها إن شاء الله. أي لكن يعني في الفخر أنا برضو حاقول الكازاي قمح والدم بكتر نسفه والعادانة بفد دقيقة نغصفه نكتب فيها هذا الجانب التم حسفه وما بننطاق وحارين نحن مثل الغاز وقولنا صريح وما بنجيبه بالألغاز هما شترنا سايل كان بناه قزاز نحن عدونا من الحرقة ماشي تغاز ونحن جبال سابتين خطوة ما مننقل ما بنخاف من غير اللي بيكتبه الله وقول لعدونا قول لعدونا أكراجينا يوم ننزل لإبليس يختم القرآن يخش الملة نمد اللقمة وند الذات ونكرم ديما للمسكين وما بندعالة نفسنا طيبة بالعارفين بأننا نحن مخلوقين جميع من طين شمال وجنوب وكل الواطة عارفة مقامكم دروب النجسة ما بتمشيها خطوة قدامكم يمين بالله أما تخلق البعيبكم ولامكم تكرم الضيف وتحف الدم وتكرم جاركم يا سلام وموتنتين ما مسغ علينا ساعدنا ديدان كافرة يوم الكعب يدور عدنا ونحن الواطة حرين فيها وين ما قعدنا والبنصبق ما بتقوم له قايمة بعدنا ونحن الناس في حسابنا نحن سواسي المكسور بنجبره وكسره بنواسي الدايرة الدواس نملاه محن ومقاسي والشايف رقبته بنبتره ونواسي ودون خلق الله رب العزة فوق خسانة من دون الخلوق سمتة وسماحة ملانة يا سلام الدايرة الدواس في الساعد اليرجانة والشايف رقبته والله ما ببرانا نحن الكرم والعزة الملازم ديرنا نحن ما تولد البكازينة وبعيد ما تولد البكازينة وبعيك خد سيرنا ما تولد يا سلام أنا نيابة أنزل وأقول لك أمشي يا أبشر والله يا ما قصرتي في الحماس كتبتي وقلتي وده أهل الولايات وناس الحماس يعني كتبتي عن الفخر يعني ده نوع من فعلا يعني وبرضه من هنا يعني بوصل تحايا للأسرة الجميلة يعني الأسرة الرائعة أسرتي أسرة الشريف زين العابدين للوالد العزيز الرجل يعني المكافح والرجل الشجاع اللي تعلمت منه الكثير وكان هو خير عون لي عند المحن وفي كتاباتي يعني وفي كل طموحاتي وسندي يعني في هذا الحياة وأنا كتبت له يعني قصيدة برضه أسرتي كانت يبقى معناها دعم لك يا مهاد في مسيرتك وبترجعي لهم في أي حاجة فعلا كتبتي عن منو أبوكي ولا منو كان كتبت عن الوالد وبرضو عن الوالدة يعني القصيدة ممزوجة بداية عن الوالد نحن نسمع من المسجد رأيك شنو طيب جدا بتقول أبوي سيد المكارم والحلم سيده أبوي سيد المكارم والحلم سيده بالجود والكرم كبار صغار عرفوا نحال للعجور رغم الكرة عرفوا عبال للإله ليل ونهار وصبحه وهاب للغبور دعوة وسلام وتحية أطال القروش ما عنده سوء النية فعال للمحاسن دايما يده سخية ده أبوي يستمح يا ربي خاتمة سنية وملبوس الهدوم يا ربي لبسة سنية من رب كريم يا ربي صف النية قطع نصيب حاشاه له قطع نصيب حاشاه له حب العلا ما فيه لو ما له طيب طبعا بلا ده أبوي أنا ودي أمي أنا أخت الهشام شمس الضحى أخت الهشام شمس الضحى بدر التمام نور الهدى أخت الهشام من قام جنو دي أمي أنا ربت شريفة عفيفة هي ربت شريفة عفيفة هو ربت حليمة سديدة هو ربت صبورة شكورة هي دل باختصار أهل التمام أهل الخسام فيهم كلام
ما فيهم كلام. ما فيهم كلام. أبشر والله. ما فيهم كلام، كل فتاة بأبيها معجبة. فعلاً. التحية لأمك ولأبوك وللناس اللي داعمينك وللأسرة، وأي شاعر وأي إنسان تكون عنده مواهب. فعلاً والله أنا يعني بحيوم تحية خاصة وبالسند. من قناة الشروق الفضائية للوالد العزيز أحمد زين العابدين والوالد سعاد يعني عبد الرحمن. ليه التحية، ربنا يديها الصحة والعافية وصباح الخير عليهم كمان من شاشة الشروق الفضائية. خلينا نشوف إيمان ومشاركات اللي كانت في مهرجان التراث أو أي كل ما يخص ولاية شمال كردفان. بتكون حريصة إذا كانت المشاركات في الخرطوم أو موجودة في الولاية. فعلا يعني نحن جينا من ولاية شمال كردفان بحسة تمثل الولاية في التراث الثقافي بكل أنواعه، فرقة الجرار والدلوكة والمردوم والكلن والطنبور الأستاذ والدم عردة والمشاركات الشعرية. ياهو في أنا مهاد أحمد زين العابدين والشاعر مجتبى. وكان أمس اليوم الثقافي بالنسبة لبرنامج شمال كردفان في المتحف الحربي، يعني لهم التحية للأستاذ الجميل وكل المشاركين في هذا المتحف. وكنت صراحة مذيعة للبرنامج الثقافي. يا سلام سلام. شمال كردفان. مهاد معناها متعددة المواهب. فعلا. إعلامية مذيعة مقدمة برامج وشاعرة. جامعة الجزيرة تخصصي إذاعة وتلفزيون. يا سلام مهاد، خلينا نشوف أنس قدمت شنو عشان ما نختم به للمشاهد من خلال الليلة الثقافية لشمال كردفان. الختام يعني بما إنه نحن جينا من شمال كردفان، من كردفان عامة بتمتاز يعني من ميزاتها الحماس والفخر، أنا ختمت بحاجة جميلة بتقول نحن ونحن أولاد البلد. أن إحنا ليه صغيرنا انجلد، أن إحنا أكبرنا أسد وأصغرنا يهز البلد، الأجناس كلهم ناسنا، سلام سلام شاقية جعل نوباوية غرباوية دنقلاوية محسية، سلام لكل البلاد السودانية وده السودان فهو التسوق والسياحة، ونحن ناس السيوف لما يعمينا الغدب لعيوننا ما بنشوف، وكتبت فيك أجمل حروف ولقيت لك حبي ولوف، يا وطني الحبيب حبك سكن جواي واسمك مدفون جوا حشاي، يا بلدي ويا كردفان ويا سودان العزيز. يا سلام عليك، لك التحية مهاد، ونحن شاكرين في المساحة دي إنه قدرنا نسمع أشعار جميلة كتبتيها من خلال الأسرة أو كمان الحماس والفخر وفي سودان الحبيب ولمشاركاتك الآن. شكرا جزيلا مهاد أحمد زين العابدين، شاكرين لإطلالتك هذا الصباح. فعلا والله أنا برضه يعني حابة أشكرك وأشكر كل التيم العامل في قناة الشروق، وسعيدة إنه كان دي حلقة بالنسبة لي، وبوصل تحية يعني للأسرة الكريمة في شمال كردفان الأبيض بحي الوحدة، لكل الأخوات أمونة ومزدلفة وميعاد ومحمد عشان ما تنسي زول ما تقوليهم، فتخلي كل الأخوات خلاص كل الأخوات. وتحية خاصة يعني لابني العزيز الولد الصبور والمكافح، تخرج من الجامعة قبل الروضة، حسن الزاكي، بقول لك كلمة صغيرة، ويا حسان كرامتك عالية ما في حاجة تدوسها، وبدعي لي ربي يحفظك من المحن الزهرة والمتسوسة. وبرضو أمين. بشكر الأخت خنساء مفتش إعلام ثقافة. شكرا يا مهاد، شكرا لكل الناس اللي بتابعك الآن واللي بتديرك، ويعني لا يفوتني أن أشكر الأستاذ جماع المهدي جماع مدير التراث، كلنا نحن بصحبته في هذا اليوم. مهاد شكرا جزيلا لك. الناس كثيرة أي زول يا جماعة ما ذكرته مهاد ليه، والتحية اليوم التحية فعلا. ننتقل لفاصل قصير وبعده نعاود ما تبقى من صباح الشروق.